بذيبلت قدم الصحفي الرياضي محمد التويجة كتابه الجديد الذي يحمل عنوان محمد العمراني التدلي سنوات الشغف والمعاناة، وهو عبارة عن سيرة ذاتية تتبعت مختلف مراحل ومحطات مسار محمد العمراني الرياضي والمسير. ويرصد هذا المؤلف الذي يقع في 343 صفحة من الحجم المتوسط مختلف المراحل التي قطعها محمد العمراني التدلي الذي عشق الرياضة حد الهيام ممارسة تدبيراً، وخبايا مساره المهني عبر اشتغاله بوزارة الشباب والرياضة ثم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعدها اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية. الحب ديال الرياضة ما عنده مثيل، كان هو السبب، والسبب كان الانطلاقة، كانت انطلاقة وأنا في سن الثامنة، أحببت الرياضة وأنا في سن الثامنة. لماذا؟ لأنه كنت عايش في قرية هي قصب التدلة، 5000 ديال السكان، نصف ديالها أوروبي، وكان إذا ما كانش مرة في الأسبوع جوج مرات في الأسبوع تظاهرة رياضية، داك الشيء اللي كانوا عندهم الهيفة سميتو نقلوه لعندنا حنا يلاه. وقال محمد التويجة في كلمة الله خلال حفل التوقيع على الكتاب الذي حضرته إلى جانب محمد العمراني مجموعة من الوجوه والفعاليات الرياضية والإعلامية، منها على الخصوص السادة عبد الرزاق العكاري مدير المعهد الوطني للرياضات مولاي رشيد الذي احتضن الحدث، ومنصف اليزغي الباحث في الشؤون الرياضية وممثل الجمعية المغربية للصحافة الرياضية. قال إن هذا المؤلف يعد مرآة عاكسة محطات عدة في حياة رجل أثر وتأثر بمحيطه وشكل لسنوات شاهدا على انكسارات وانتصارات الرياضة المغربية أساسا.